موسيقى نوعها مختلف شويه، وبرضه بحب قوي الافلام، الافلام القديمه بالذات، افلام الزمن الجميل زي ما بيقولوا، زي الفيلم ده كده. How do you know what happens to that guy? I'm doing it for you. Are you sure you need a problem? I'm not certain. I don't remember the loss of a substance. You can't do. طبعا الحاجة المشتركة في القطعة الموسيقية اللي سمعناها وفي الفيلم ده ان الاثنين مش من انتاج بشر، الاثنين اكشن من انتاج ذكاء صناعي. الفيلم ده اخراج وسيناريو، حتى الوشوش اللي حضراتكم شايفينها، الموسيقى التصويرية كلها من انتاج ذكاء صناعي مش من انتاج بشر. ودي طبعا حاجة يعني يمكن تكون مختلفة شوية، ان التعبير او الشغل الكرييتيف عامة شغل يوجوالي معتمد على البشر او حاجة مخصصة للبشر، صح؟ خلينا اسألكوا سؤال تاني، في حد هنا بيحب يرقص؟ ايوه، طب ممكن تطلعي تورينا حاجة؟ لا؟ طيب. اخويا ما بيحبش يرقص خالص، عمره ما رقص في حياته، ما بيحبش اي حاجة، ما بيحبش الافراح، ما بيحبش الكلام ده كله، بس هو شغال معنا في الشركه فقررنا ان احنا نرقصه بالعافيه. فده برونو مارس، حد عارف برونو مارس؟ صح؟ اخويا ما يحبوش خالص برضه، فقررنا نرقصه على اغنيه برونو مارس. Pop it for me, turn around and drop it for a plan. Drop it for me. I went to beach house in Miami. Wake up with no jammies. طبعا الفيديو اللي حضراتكم شفتوه ده، انا اخويا عمره ما رقص كده ولا اتحرك كده في حياته. اللي احنا عملناه دي تكنولوجيا في الذكاء الاصطناعي، خلينا نماب رقص برونو مارس على اخويا، وده على 25% بس، 25% بس من شغل الاي اي اتعمل. لو اتعمل كاملا ممكن كنتوا يبقى في صعوبه شويه في معرفه الفيديو ده حقيقي ولا لا. ودي قوه الذكاء الاصطناعي. خلينا نرجع الخطوه لورا ونعرف ايه هو الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ده نوع من انواع البرمجه، وان المبرمج مش هو اللي بيبرمج منطق الذكاء الاصطناعي، هو بيدي ايه؟ بيدي كمبيوتر داتا او بيانات كتيره، وبيدي له فلسفه معينه يبص بيها على البيانات دي، بتسمى بالالجوريزمز. وفي الاخر الكمبيوتر هو بيتعلم باترنز معينه في الداتا وبيقدر يطلع اللوجيك بتاعه. خلينا ناخد اكزامبل بالمتاهه دي مثلا، احنا عايزين نوصل الفار ده للجبنه دي. لو اديت المتاهه دي لاي حد في حضراتكم ممكن تاخد له 5 6 دقائق عشان يعرف يحلها. تعال نشوف الذكاء الاصطناعي هيحلها في قد ايه. زي ما حضراتكم شايفين خد 5 6 ثواني تقريبا عشان يحلها. وهنا تيجي بقى قوه الذكاء الاصطناعي في الحته دي. الجبنه دي ممكن تبقى لشركه مثلا ازاي اعلي ربحيتها، ممكن تبقى لدوله ازاي اقلل من صادرات، ازاي سوري اكتر من صادراتي واقلل من استيرادي لحاجات معينه، ممكن تبقى حلول في الطب مثلا، حلول في ان احنا مثلا نلاقي فاكسين للكورونا. واذا حصل ان في منشورات كتيره قوي طلعت على ازاي الذكاء الاصطناعي ساعد بان مثلا شركه زي فايزر توصل زي ما قالوا الخبر من كام يوم للفاكسين ان هو وصل تقريبا 90% افكتيف. خلينا نرجع خطوه لورا بس ونعرف يعني ايه ذكاء عامه. انا هنا خدت كوت من ابن رشد، ان كان مره قال لا حكم دون حكمه ولا حكمه دون معرفه. فتعالوا ممكن نبص على الذكاء ان هو ليه درجات معينة. أنا عندي لو بصينا على وش الراجل اللي جنب الكودي، الراجل ده على فكرة مش ابن رشد بس عشان محدش يتلخبط، الراجل ده عنده عيون، عنده ودان، عنده حاسة تذوق، عنده بيعرف يلمس بإيديه، وبيعرف يحس بحاجات مختلفة، في بيانات كتيرة قوي في العالم اللي حواليه بتدخله من الحواس المختلفة، وفي الآخر عنده مخ بيقدر يجنريت أو يطلع فكرة معينة أو يوصل لإدراك معين عن هو مين وإيه الحاجات اللي حواليه، ويقدر يوصل بالعلم ده، كل ما إدراكه يزيد كل ما علمه يزيد كل ما إدراكه يزيد، ويقدر يوصل لحكمة معينة، والحكمة دي يقدر يحكم بيها على حاجات مختلفة، يقدر يحكم بيها على إيه الغلط ليه أو إيه الصح ليه، إيه الكويس ليه أو إيه الوحش ليه. تعالوا نبص بقى على الذكاء الاصطناعي النهاردة، إيه الحواس بتاعته. الذكاء الاصطناعي النهاردة بيعرف يشوف، بيعرف يتكلم، بيعرف يسمع،
مثلا بيعرف يشوف لو حد عنده ايفون او اندرويد دلوقتي بيقدر يتعرف على وشك صح؟ وبيقدر يسمع كتير قوي. في حاجه اسمها ترانسكريبشنز دلوقتي، ان انت جرب انت لو انت معاك عندك واتساب جرب الديكتيشن اوبشن وكلم عربي او انجلش وشوف الكتابه اللي هو هيكتبها كانك بتمليه بالظبط، يكتب الكتابه مظبوطه جدا لدرجه عاليه جدا. بيقدر يتكلم دلوقتي في بنوك كتير قوي لما جيت تكلمها بره وشركات بره كمان ممكن تكلم ايجنت كمبيوتر، هو حتى بيقول لك ان انا كمبيوتر، ان كان ممكن حد يقعد ويقدر يعرف الراجل ده مثلا من ملامحه او من حركاته او من كلامه، يقدر يعرف الراجل ده بيكذب ولا مش بيكذب، يقدر يعرف الراجل ده يعتمد عليه ولا لا. النهارده الذكاء الاصطناعي بيستخدم في البنوك مثلا انه يقدر يشوف لو الشخص اللي مقدم على لون او مقدم على سلفه هيعرف اكشن يرجعها ولا لا، وباكريسيز عاليه جدا. بيقدر يتنبأ بحاجات كتير قوي. احنا شفنا في شركات بسبب التنبؤات دي وفرنا اكتر من 15% من الكابيتال بتاع شركات كتيره من اللي شغالين معاها. قولي دي حاجات الذكاء الاصطناعي بيقدر يعملها. طيب كل اللي انا قلته ده من حتى الافلام او الترانسكريبشنز او ان هو يتعرف عليك على وشك، في كده بيراميد للذكاء الاصطناعي بيقولوا ايه، يعني زي في حاجه اسمها نارو اي اي. نارو اي اي ده اللي هو ان الذكاء الاصطناعي بيقدر يعمل حاجه واحده ويعرف يعملها كويس، او زي التنبؤات، زي انه يتعرف على وشك، زي انه يعرف يترانسكرايب. فهو ممكن يبقى شاطر جدا ويعاديك مثلا في حته انت تتنبأ بمبيعات شركتك. في حاجه ثانيه اسمها جنرال اي اي. جنرال اي اي ده اللي هو بيسموه ان هو هيبقى تقريبا على مستوى البشر. احنا عندنا جنرال اي اي، انت بتقدر النهارده تتعلم جغرافيا، بتقدر تتعلم رياضيات، بتقدر تتعلم كمبيوتر ساينس، بتقدر تتعلم تتفرج على فيلم، وكل العلوم دي بتجيلك وتقدر تجنريت او تقدر تخلق حكم مختلفه او تقدر تخلق صور معينه عن العالم اللي انت فيه. الاي اي لسه ما وصلش لهنا قوي، مع ان في ابحاث كتيره قوي عايزه توصله للحته دي، بس احنا لسه كبشر، ودي طبعا تختلف في ناس كتير ممكن تكون مختلفه فيها، بس احنا كبشر لسه الاي اي ما وصلش لحته الجنرال اي اي ان هو يقدر يتميز في مالتي ديسيبلينري او في مجالات مختلفه في نفس الوقت من غير ما يحتاج او يقدر يديفلوب الحكمه بتاعته لوحده. يعني في حاجه بقى اسمها سوبر انتليجنس. السوبر انتليجنس دي ايرفينج جود، واحد من الماثيماتيشنز الكبار، قال لك ان السوبر انتليجنس ده هو لما المكنه تقدر تتخطى الانسان في اي انتلكتشوال اكتيفيتي، ان اي عمل محتاج ذكاء او محتاج حكمه معينه. وهو ده اللي بنتكلم فيه النهارده، هل الماشين ممكن توصل فعلا انها تتخطى الانسان في ذكاء ولا لا؟ خلينا كده نشوف كده مسطره الذكاء. نبدا بميمون اللي على اليمين خالص ده، ونقول ان ده هو خط البدايه بتاعت الذكاء. نقول يعني طبعا في حاجات كتيرة قوي اللي سمعتوا عن كوكو وكده، ان ذكائهم وذكاء القرود او ذكاء الغوريلات ممكن يوصل لليفلز متقدمه الى حد ما، بس تعالى نبدا ان القرد ده هو اول السطر ونمشي شويه كده. ممكن نشوف الاي كيو بتاع الانسان المتوسط اللي هو بيبقى تقريبا اكتر من 100. والاي كيو ده طبعا يعني هو ده الماجر اللي هنقيس بيه ذكاء، ان هو ده الماجر بنقيس بيه ذكاء حاليا. يعني ممكن يبقى في حاجات احسن تطلع بعد كده او كده، بس ده علشان نحط حاجه ريليتيف نقدر نقيس عليها. يعني اينشتاين كان تقريبا 160، وجيمس ويليام سيدس ده كان بيقولوا من اذكى الناس اللي تعرفوا في التاريخ، كان 100 نقطه اذكى من اينشتاين. وده في تاريخنا ده اكتر واحد عرفناه كراجل ذكي، يعني كان بيعرف يقرا وهو عنده سنتين، ودخل هارفارد تقريبا هو عنده 11 سنه. المشكله هنا تيجي لما احنا كبشر نعيش مع حاجه اذكى منا بذكاء عمرنا ما شفناه قبل كده. وذكاء لما هنا بتكلم على ذكاء مش بتكلم على ذكاء النارو، بتكلم على ذكاء الجنرال اللي هو قادر يديفلوب صور وقادر يديفلوب بيربسز وقادر يحط اهداف لنفسه. في مقوله اتشهرت في الفتره اللي فاتت بعد مهرجان الجونه، ان البقاء للاقوى. حد سمع الموضوع ده؟ بس هو اكشلي المعلومه دي مغلوطه، ان البقاء عمره ما كان للاقوى. بصوا احنا كبشر، احنا اضعف من النمور وابطا. ولو انت في البر وفي البحر، لو عمت مع قرش في البحر مثلا وجربت تزغزغ القرش ولا حاجه مش هيسيبك صح؟ بس احنا دايما عرفنا نتغلب على الحيوانات كلها، وعرفنا نحكم العالم، وعرفنا نتغلب على الطبيعه
بذكائنا، صح؟ عرفنا نخترع ادوات، وعرفنا نخترع، وعرفنا نخطط، وعرفنا نعمل حاجات كتير قوي خلتنا نتغلب على الليميتيشنز الجسديه بتاعتنا، وقدرنا احنا نبقى البشر هم اللي بيحكموا الارض. ايه اللي هيحصل بقى لو فجاه واحده البشر بقى في حاجه اذكى منهم؟ هل هي قدرت تتحكموا فيها ولا هي اللي تتحكم فينا؟ بس خلينا نشوف سؤال تاني. دي مقارنة صغيرة، معلش قبل السؤال، دي مقارنة صغيرة ما بين الـ لو بصينا على، لو تخيلنا كده ان الذكاء بالحجم يعني بالعضلات يعني، وشوفنا حجم مخ الانسان، حجم مخ الانسان ما بيقدرش يخرج على الجمجمة بتاعته، صح؟ يعني حجم المخ مهما كانت الجمجمة كبيرة او صغيرة او حد وشه كبير زي كده، مخي عمره ما هيقبر ما هيطلع بره الجمجمة بتاعته. الكمبيوترز ممكن تبقى قد المبنى، صح؟ الفريكوينسي او التردد النيورونز او سيجنالز بتاعت المخ بتضرب بيه تقريبا ممكن يوصل ل 1000 هرتز في الثانيه. الكمبيوترز النهارده اسرع ترانزستور في العالم، فيه بتهيألي حد كسب عليه نوبل برايز بتهيألي السنه دي او السنه اللي فاتت مش متذكر، بيوصل دلوقتي ل 800 جيجا هرتز في الثانيه. الجيجا دي يعني مليار هرتز في الثانيه او 1000 مليون. لو بصينا على سرعه النيورون، سرعه النيورون بتمشي تقريبا 100 متر في الثانيه. النهارده في كمبيوترز بتشتغل بالفوتونز او بسرعه الضوء، السيجنلز بتاعتها ممكن تشتغل بسرعه الضوء. ففي الحجم في العضلات الكمبيوترز فعلا كفيزيكاليتي او كجسديا ممكن تبقى اقوى من مخ البشر. طب خلينا نشوف لما لو حطينا الاثنين قدام بعض، النهارده مثلا حاجه زي فيسبوك بتستخدم الذكاء الصناعي انها تجيب 1.8 مليار بني ادم على البلاتفورم بتاعتهم، على المنصه بتاعتهم كل يوم، ان في الجوريزم شغاله عارفه انت بتحب ايه، ودايما بتاخدك تخليك على طول باصص في موبايلك وعلى طول عايز تشيك فيسبوك بتاعك. تعال نبص على امازون. مش عارف امازون، انا اول ما قلت امازون قفل ومش عارف ليه. ماشي، امازون النهارده 35% من مبيعاتهم اللي هي بالمليارات طلع من حاجه اسمها ريكومنديشن انجنز. ريكومنديشن انجنز دي برضو الجوريزمز بتفهم انت ممكن تشتري ايه، او في الغالب ايه البروبابيلتي بتاعتك انت تشتري ايتمز معينه وتخليك اكشلي تشتريها. لو بصينا على موضوع برضه مش شغال. لو بصينا على موضوع الحادثه اللي حصلت في انتخابات امريكا في 2016 بتاعت كامبريدج اناليتيكا وترامب، ان ازاي في حاجه اسمها سوينج فوترز او الناس اللي هم ما كانوش محددين هيفوتوا هيصوتوا لهيلاري ولا هيصوتوا لدونالد ترامب، وابتدوا تارجتوهم باعلانات بحاجات هم عايزين يشوفوها علشان ياخدوا التصويت من هيلاري لترامب. فالذكاء الاصطناعي خلى البني ادم مدمن لمنصات مختلفه، خلى بياخد فلوس من جيبك، وفي نفس الوقت خلى ناس كتير قوي تغير رايها في صوته لمين، وده لسه ما وصلش للجنرال انتليجنت. في مقوله مشهوره لالان تيورنج، لو حد شاف فيلم ايميتيشن جيم، كان سال سؤال قال لك هل ممكن للمكنه ان تفكر؟ واحنا طول عمرنا كبشر بنعرف نخلق وبنعرف نبتكر ادوات تتخطى، خلينا نتخطى الحدود الجسديه بتاعتنا. النهارده احنا اول مره بنتساءل وات اف، او ماذا لو اخترعنا مكنه ممكن تسابقنا في الحاجه اللي خلتنا نسيطر على العالم، او حاجه خلتنا نبقى احنا حكام الارض، الا وهي العقل يعني. والنهارده التجربه البشريه كلها بتطلع على الانترنت، افرحنا، الحاجات اللي بنحبها، الحاجات اللي بنكرهها، ازاي بنتخانق، ازاي بنجت اكسايتد على حاجه، ازاي الاراء المختلفه بتتولد، صح؟ النهارده 2.5 كوينتليون بايتس، كوينتليون ده اللي هو مليار مليار بايتس بتطلع كل يوم على الانترنت، وكل دي داتا الالجوريثم تقدر تتعلم بيها. وكل الداتا الموجوده، وطبعا النهارده كان في توك على الكوانتم كومبيوتنج، وصديقي ابراهيم الدفتر النهارده هيتكلم اكتر برضو على الماشينز والهيومنز وكده، وازاي الداتا دي كلها كمبيوترز ممكن تستخدمها، ممكن تتعلم عنها حاجات كتيره جدا. فهنا السؤال بقى من المكنه ممكن تفكر، هل المكنه ممكن تفكر الى المكنه مش راضيه بس، هل المكنه ممكن اكشلي تدرك؟ وده السؤال اللي لسه ما لناش اجابه عليه. متشكر جدا ليكم، وهشوفكم يعني اراوند. شكرا.